أطفئت شمس الجمهورية أو هكذا أريد لها فانقسمت الأرض اليمنية وتقاطرت عليها الأزمات وكأن عجلة التاريخ دفعت إلى الوراء فاستلهمت من الماضي أسوأ ما كان الحادي والعشرون من سبتمبر يوم سقوط صنعاء ولحظه دخول البلاد في حقبه عصيبه فتحت الباب امام تحويل اليمن الى ساحه لتصفيه الصراعات العابره لحدوده والاطماع النافذه الى ارضه وثرواته وما بواته الجغرافيا من موقع حاكم في الارض والبحر تقول جماعة الحوثي إن ما قامت به لا يعدو كونه ثورة أطاحت بالقوى العسكرية والقبلية التقليدية وللتاريخ دورته المكانية والزمانية فتلك صنعاء عاصمة ثورة الثاني وستين وذاك سبتمبر يوم الجمهورية والثورة في حينها قام بها الشعب كل الشعب وانتصر لحقه في الحياة والكرامة وما دونه حراك عسكري بأهداف سياسية إيديولوجية تخلق عن تحالف هجين بين جناحين بتاريخ طويل من الصراعات جمعهما الحادي والعشرون من سبتمبر وللتاريخ دلالاته عشر سنوات من سقوط صنعاء بدا الامر بلحظه وانتهى بها الامر بعقد كامل يوازي نصف قرن من التيه والضياع والغرق في ازمات متلاحقه التشظي اكثرها تاثيرا على واقع البلاد والاقتصاد اكبرها اضرارا بحال الشعب كانت الاحتجاجات على الجرعه البوابه المختلقه لاسقاط صنعاء ومن حينها تعيش البلاد حاله دائمه من الجوع فيما يواجه اقتصاد البلد ما يشبه الموت السريري والثابت معاناه المواطن وغياب الراتب وهو حق والثورات تنتزع حق الشعب ولا ترميه في بئر التجاهل والنسيان ولا يبدو المشهد اليوم بعد سنوات عجاف اقرب الى انتهاء الحقبه العصيبه في تاريخ اليمن وهو يفتش عن هويته بين زحام الهويات المبتدعه وينازع البقاء في دائره الصراعه الداخليه والهيمنه الخارجيه